التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم بحضور السمو الشيخ منصور بن زايد الحيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي والسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي معالي مانويل ماريرو كروز رئيس وزراء جمهورية كوبا الصديقة وذلك ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات و24 وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع رئيس الوزراء الكوبي العلاقات الثنائيه بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافه. كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم توقيع اتفاقيه التعاون والتبادل المعرفي بين حكومه الامارات وحكومه جمهوريه كوبا الصديقه.